وزمايله اللي متوزعوا في القاهره واللي متوزع في الفنادق واللي متوزع مش عارف فين بيطلب هو ويقول لك لا انا هروح مكان زميلي. ففي ناس بتضحي بنفسها. طب دول بيضحوا بنفسهم، اجي انا مكسل انزل من البيت عشان ابني بصوتي ولازم انا ادفعك واقول لك انت حياتي عليك غرامه. انا مؤيد قوي الغرامه اللي هي 500 جنيه، مؤيده جدا، ده دورك ولازم تنزل. تقوم بيقول لا بس انزل، وهي دي البراعه، هي دي اللي البلد تبقى انت فعلا بتمارس دورك. فانا كاعلام لازم ابرز دور الشهداء، ولازم ابرز ادوار اهاليهم اللي رايحين يدلوا بصوتهم. وجميل جدا لما اخد واحد من الاهالي ده ويجي يقول لك انا ابني ضحى بنفسه وراح شهيد، انا عشان كده انا موجود دلوقتي وعشان كده انا جاي بدلي بصوتي. ايه الروعه والجمال ده؟ ده اللي حصل يكون انت عملتها لقاء واحد بس هيطلعك السما. متخيلين انت لو بتعمل لقاء زي ده وجبت النموذجين زي ده، ام شهيد، ابو شهيد، حد عاجز، حد نازل من عربيه، وده بيحصل كتير. خلي بالك انت لو قاعد في اللجنه من الساعه 10 لغايه الساعه 1 مثلا 3 ساعات انت هتستضيف الحالات دي، وده اللي انت تركز عليه. ما تبقاش نمطي، ما تروحش في مجموعات مثلا مزارعين وطالعين وواقفين وطالعين وستات وماسكه عيال.